حجور تدحر الحوثيين مجددا، فلماذا تقف الشرعية والتحالف في موقع المتفرج حتى الآن؟ هل سيدعمونهم للمواجهة أم سيتركونهم فريسة للميليشيا كما فعلوا مع أوتما والعدين وغيرها من المناطق؟ أهلا بكم. منذ أيام يسيطر أبناء منطقة حاجور في محافظة حجة صمودا أسطوريا أمام الترسانة الضخمة للحوثيين الذين يسيطرون على مؤسسات الدولة والجيش منذ انقلابهم على السلطة قبل 4 سنوات. حجور العصية على الميليشيا منذ سنين طويلة تدفع اليوم فاتورة الكرامة واحدة، إذ لا يبدو أن التحالف والشرعية تخوضان حربا ضد ميليشيا الحوثي بالنظر إلى تجاهلهم العسكري واللوجستي لصمود أبناء حجور. كيف يدير الرئيس هادي ومعاونوه المعركة؟ ولماذا يخذلون مشاريع المقاومة في أكثر من محافظة؟ حصل ذلك في الشعاور والعدين وإب وعتمة والبيضاء ودمت، وقائمة الخذلان طويلة. ماذا تفعل الشرعية والتحالف ذلك يا ترى؟ صمود أسطوري تسطره حجور في مواجهة ميليشيا الحوثي. حجور هي إحدى مديريات محافظة حجة الواقعة تحت سيطرة الميليشيا. قبل أيام شن الحوثيون عليها هجوماً بمختلف أنواع الأسلحة، لكنهم عادوا مدحورين بعد أن تمكن أبناء الأرض منعهم من الوصول والسيطرة على سلسلة جبال حجور. مصادر من حجور قالت إن ميليشيا الحوثي تعد تعزيزات عسكرية ضخمة لمعاودة اقتحام المنطقة، مع الأخذ بالاعتبار فارق التسليح بين ميليشيا تسيطر على مؤسسات الدولة ومجامع قبلية يملكون السلاح الخفيف والمتوسط فقط. الهجوم الذي شنه الحوثيون خلف 20 قتيلا من أفرادهم وقتيلا وجريحين من أبناء حجور، فيما تسبب بنزوح عشرات الأسر إلى العراء للبحث عن مناطق آمنة. لحجور تاريخ في مواجهة ميليشيا الحوثي يمتد لقرابة 8 سنوات، فحجور وتحديدا كشر عرفت أنها من المناطق التي وقفت عصية من الانكسار وفشلت ميليشيا الحوثي في إخضاعها. لكن تبرز المخاوف الآن كون ميليشيا الحوثي باتت تملك سلاح دولة، وصمود أبناء حجور مرهونا بالدعم العسكري من الشرعية والتحالف. قد يتساءل البعض لماذا يقاوم أبناء حجور رغم وقوع منطقتهم ضمن إطار سيطرة الميليشيا، بينما تأتي الإجابة من تلك المخيمات التي يقصفها الحوثيون بكل وحشية، آخرها قصف الحوثيون لمخيم حرض الذي خلف 9 قتلى وعشرات الجرحى. لذا يلجأ هؤلاء للمقاومة والموت واقفين إذا اضطر الأمر، ما دامت الميليشيا لا تعرف إلا القتل والتنكيل. يتساءل أبناء حجور أين الرئيس هادي؟ أين التحالف؟ أين قيادة الجيش؟ فهل سيصم هؤلاء آذانهم عن حجور كما فعلوا مع أخ لهم من قبل في عتمة والعدين وغيرها؟ إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا هنا في الاستوديو الصحفي والناشط الحقوقي محمد الأحمدي، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير أخت آسيا. أهلا بك. أهلا والمشاهدين. إذا منطقة حجور بحجة تخوض منذ أيام معركة ضد ميليشيا الحوثي، كيف تتابع هذه الأحداث؟ في الحقيقة هذه ليست الهجمات العدوانية الأولى لميليشيا الحوثيين على قبائل حجور في حجة. في السابق في 2011 و2012 شنت الميليشيا الحوثية هجوم على هذه القبائل التي استعصت على محاولة للميليشيا الحوثية إرضاخها لمشروعها الطائفي الكهنوتي القمعي، وقاومت بشدة ودفعت تضحيات كبيرة، وهي اليوم أيضا تقف وحيدة في مواجهة العدوان الهمجي لهذه الميليشيا الحوثية. طبعا أود هنا أن أشير إلى منطقة حجور، واحدة من المناطق المهمة استراتيجيا على الصعيد العسكري، وأيضا لها تاريخ في مقاومة طغيان الإمامة على مدى التاريخ، ورجال وقبائل حجور
في الحقيقة لهم مواقف مشرفة في مقاومة طغيان الميليشيا الحوثية. الإشكالية هو أن دائما إدارة المعركة في مع الميليشيا الحوثية فيها جانب من القصور من جانب الشرعية والتحالف، يبدو أنه ليس هناك وعي كافي بأسلوب وطريقة الميليشيا الحوثية في حروبها منذ نشأتها في 2004. الميليشيا الحوثية تخوض حروبها ضد المجتمع اليمني وضد كل من يقف في وجهها بأسلوب الوحوش المفترسة، فهي في الحقيقة تستفرد بطرائدها الواحدة تلو الأخرى عندما يحين الوقت المناسب للإجهاز على الفريسة، سرعان ما تحشد قواتها وتذهب لمهاجمة هذه الطريدة والقضاء عليها. لكن في الحقيقة بالنسبة لقبائل حجور ربما كانت يعني أكثر مقاومة من أي طريدة أخرى. أريد أن أتذكر هنا عندما شن الحوثيون هجومهم على دماج، منطقة دماج في صعدة، حاصروها من كل المناطق المحيطة، فرضوا حصارا خانقا ونصبوا المدفعية والدبابات وقصفوها بشكل عنيف، وهو اليوم نفس السيناريو يتكرر فيما يتعلق بقبائل حجور في حجة. لا تزال القبائل محاصرة من قبل ميليشيا الحوثية. خلال الأسابيع الماضية حشدت ميليشيا الحوثيين قوات كبيرة باتجاه هذه المنطقة، واليوم في هذه اللحظات هناك قصف مدفعي وبالدبابات بشكل مكثف. الميليشيا الحوثية في الحقيقة عندما تحاول إرضاخ أي مجموعات أو قبائل لسلطتها القمعية فهي تشن هجمات بوابل كثيف من النيران، ويتعذر معه صمود هذه المجموعات أو القبائل. لكن مع ذلك أعتقد أن هناك صمود أسطوري لقبائل حجور في مواجهة هذه الغطرسة الحوثية، وهم في الحقيقة يستحقون كل الإشادة والدعم، ويفترض أن يكون هناك بالفعل يعني جهود كبيرة وفورية للجيش الوطني وللحكومة الشرعية لإسناد صمود قبائل حجور في مواجهة هذه الغطرسة الحوثية. في الحقيقة بدأت الأحداث أخت آسيا عندما حاولت الميليشيا الحوثية وربما بعض الإخوة إليك عند هذه الأحداث، ولكن يعني ليكن معنا عبر الهاتف وكيل محافظة حجة الأستاذ ناصر دعقين من حجة. مساء الخير أستاذ ناصر. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك. إذا بداية أستاذ ناصر، يعني على الصعيد العسكري وتطورات المواجهات في حجور، أنتم في قيادة المحافظة كيف تتابعون ذلك؟ أولا شكرا لكم وشكرا لمشاهدي قناة بلقيس. بالنسبة للأحداث الجارية، قام الأخ اللواء عبد الكريم السميري محافظ المحافظة بالاتصال بوزير الدفاع، التواصل ايضا بزياره الاخ رئيس الجمهوريه، واطلع على موضوع الحشد المسلح الكبير اللي يحشده الحوثيين لمحاصره ابناء كشر وابناء حجور، وابلغ ان يجب ان يتدخل قوات التحالف والقوات الشرعيه في اسناد ودعم ابناء حجور، لا سيما وهم في الان هذه المديريه الذي لها دور كبير في الدفاع عن محافظة حجة في بداية عام 2012، كتموا خيرة شبابهم في الدفاع عن هذه المحافظة، ودارت الحرب أكثر من عام، وقدموا من الشهداء أكثر من 150 شهيد و400 ما يقارب 400 جريح في هذه الفترة في عام 2012. نعم، لما برأيك يعني أستاذ ناصر اسمح لي، يعني لما يتوانى التحالف حتى الآن لدعم هذه المقاومة التي تتحدث عنها أنها يعني هي من تقف شوكة في حلق الحوثيين منذ 2012 ليس منذ الآن، فلما لا يتم دعمها من السابق ويتم تجهيزها لأي هجوم كما حدث الآن؟ والله يا أختي العزيزة، بالنسبة للتواصل الأخ المحافظ كما ذكرت، ونحن ايضا كلفنا بالنزول الى 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 جيزان للتواصل مع الاخوه الاشقاء في قوات التحالف، هم ابدوا استعدادهم وهم على متابعه موجوده الان
نعمل إن شاء الله أن الطيران يتعامل بتحقيق الأهداف المرجوة لضرب إمداد الحوثي. الحقيقة الآن المديرية محاصرة من كل اتجاه، لا سيما والمواطنين والنساء والأطفال داخل المنازل بحاجة إلى المواد الغازية. الطرق الآن مقطوعة والإمدادات مقطوعة، الجرحى أيضا بحاجة إلى إسعافات. كل هذه يحتاج إلى التعامل الكبير. يعني لا يوجد أي منفذ أستاذ ناصر، يعني لا يوجد أي منفذ للدخول لفك هذا الحصار؟ يعني المنطقة محاصرة كليا من جميع الجهات؟ نعم نعم، لأنها هي المنطقة التي لم تسكنها الحوثيين بقوات عسكرية إلى حتى الآن، وإن شاء الله سيتم التعامل في هذا الموضوع، ونعمل إن شاء الله أن أبناء حجور برجالها وقبائلها، لا سيما هناك انسحابات كثيره من الذي حاولوا ان يكونوا مغرر بهم، نعم، للزج بهم لمواجهه اخوانهم في القبائل في المديريه. واعتقد ان المشايخ والرجال في كشر اكبر من هذا الكلام، انهم سيحطوا هذه المواقف وسيحموا مديريه كشر ولن تنكسر باذن الله تعالى. نعم، إذا دعني أسألك أستاذ ناصر يعني عن المناطق التي ما زالت بيد ميليشيا الحوثي، ما هي بالضبط؟ والله حتى لا زالت تحت سيطرة الحوثيين. لماذا أستاذ ناصر على أهمية حجة، والجميع يعلم أن كان هناك اشتباكات في ميدي وفي بعض المناطق، ولكن توقفت المعركة فعليا، يعني لما لم تحرر حجة ونحن نعلم مدى حساسية هذه المحافظة سواء بالنسبة للتحالف أو بالنسبة للشرعية؟ أختي العزيزة، من قال أن المعركة توقفت؟ الحرب الآن دائرة في محور حرب ليل نهار، المعارك مستمرة واصل في حيران كذلك. المشكلة أنه الحوثي استغل العدلة في الحديدة وحاول أن يجمع كل معداته الأسلحة الثقيلة والخفيفة لتجميعها لفتح جبهات جديدة وتعويض ما خسر في الحديدة وفي البيضاء وفي مناطق أخرى. هو يحاول جاهدا لإعادة الأمل وإعادة الأمل لأنصاره وأفراده، وهو الآن في الآن حجم حرب، ليست الحرب مستمرة في حيران. نعم، المشكلة أستاذ ناصر يعني أنه كما تقول استغل هدنة الحديدة التي لا أدري لما الشرعية تعاملت معها، وكانها هدنة في جميع الجبهات، يعني شيء غير منطقي أن يفهم الحوثي أن الهدنة فقط في الحديدة ويبدأ يتحرك ويستعيد إمداداته ويستعيد قوته أيضا. لما لا يكون الحدث موازي لهذا الأمر ويتم التعامل مع الحوثي كقوة موجودة في حجة يجب التخلص منها؟ لما يتم التعامل معه بهذا التراخي؟ احنا طالبنا الشرعية أن يحددوا موقفهم، واضح أن يكون موقف واضح في قضية الحوارات الوهمية التي دائما ما يحتمي بها الحوثيين في كل انهزاماته وفي كل حروبه، يلجأ إلى الحوارات الوهمية بحيث أن يستعيد أنفاسه فقط. الجيش الوطني مشكور ولا هو يعني كل يوم يقدم الشهداء والجرحى وهو في الميادين يبذل قصارى جهده، والأمل معدود في قواتنا المسلحة الجيش الوطني وأيضا في شجاعنا في قوات التحالف في دعم الجيش الوطني لمحافظة حجة وتحرير هذه المحافظة، وهي سهلة التحرير الحوثي في الرمق الأخير، وهو الآن لدي ضربات كبيرة وموجعات سواء في قشر سواء في حرم سواء في حيران. أبشر إخواننا جميعا أنه لا قلق، هو الآن يريد أن يجمع قواته من كل حدب وصوت لنفتح معنوياته لما خسرها في بقية المحافظات والمناطق سواء في سعطة والجو وغيرها. إذا شكرا جزيلا لك ناصر دعقين وكل محافظة حجة، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. ما رأيك أستاذ محمد يعني، وأنا أتساءل عن
توقف أو التراخي في مسألة تحرير حجة؟ يعني يتحدث معنا وكيل المحافظة بأن المعارك ما زالت مستمرة في سواء في حراض أو ميدي وهي مشتعلة، ولكن عمليا لم يتم القضاء على الحوثي في منطقة هي حساسة للغاية بالنسبة للسعودية وبالنسبة بالنسبة للشرعية. يعني هل تجد أن مسألة هدنة الحديدة قد تكون تبرير يعني وافي؟ أولا أخت آسيا، أنا أتفهم مدى يعني حرص سعادة الوكيل وكيل المحافظة على الحديث عن يعني وعود للتحالف بدعم جبهات القتال في حجة أو حتى دعم وإمداد صمود قبائل حجور التي تواجه هذه الغطرسة الحوثية. لكن الإشكالية هو أنه في كل مرة يعني عندما نشهد انكسارات لميليشيا الحوثيين في أكثر من جبهة، سرعان ما تنطفئ أو في جبهة ما تنطفئ بقية الجبهات وتخمد أو تتوقف، ويظل الجيش الوطني يراوح مكانه، وتتوقف أيضا حتى عمليات الإسناد الجوي لقوات الجيش الوطني على الأرض. في هذا الوقت معذرة، الميليشيا الحوثية سرعان ما تحاول إعادة ترتيب صفوفها واستكمال كافة التعزيزات العسكرية إلى الجبهات واتخاذ مواقعها في الجبهات، ومن ثم تشن هجماتها بشكل مركز وربما تحقق حتى مكاسب عسكرية على الأرض الواقع. يعني لماذا يغيب التحالف والإسناد الجوي عندما تكون هناك حشود عسكرية للميليشيا الحوثية وتعزيزات باتجاه حصار قبائل مثل حجور أو مناطق معينة أو حتى باتجاه بعض الجبهات التي تشهد مواجهات متقطعة؟ ما يتعلق باتفاق السويد وتفاهمات السويد بشأن الحديدة وتثبيت وقف إطلاق النار، الميليشيا الحوثية أكثر من مرة أثبتت عزوفها عن الانخراط بشكل جدي وحقيقي وبحسن نية في مسألة الالتزام باتفاقات السويد ووقف إطلاق النار سواء في الحديدة أو في غيرها. قصفت في الحديدة حتى موكب رئيس المراقبين الدوليين، وأظهرت أنها يعني غير ملتزمة بالإجراءات التي بدأ مباشرة على أرض الواقع. المشكلة أيضا أن الميليشيا الحوثية لم تتوقف لحظة في كل الجبهات عن معاركها وعن محاولة حتى الاستمرار في زراعة الألغام بشكل كبير، رغم أنه كان هناك حديث عن ضرورة وقف هذه القضية، يعني الاستمرار في مسألة زراعة الألغام باعتبار أنها واحدة من أخطر القضايا التي يذهب ضحيتها المدنيون ولها تبعات إنسانية في غاية الخطورة. لم تتوقف لحظة ميليشيا الحوثيين عن الاستمرار في حشودها وفي التصعيد العسكري في أكثر من جبهة، ومع ذلك لا تزال الحكومة الشرعية والتحالف أيضا ملتزمون بخفض التصعيد في كل الجبهات ما عدا بعض الجبهات التي ربما هناك حالة من الدفاع عن النفس فقط بالنسبة للجيش الوطني. وبالتالي ليس هناك في الحقيقة أي مبرر، يجب أن يكون هناك إعادة النظر في الحقيقة في إدارة المعركة على صعيد العمليات العسكرية أو حتى مسألة استخدام العمل العسكري في إطار المقايضة حتى السياسية. يعني نحن نشاهد دائما أن الميليشيا الحوثية باستمرار تستخدم كل الملفات الإنسانية والسياسية وغيرها لخدمة مشروعها العسكري، وهو بالنسبة لها العنف والسلاح والقوة العسكرية هي استراتيجية في مشروعها التدميري في اليمن. بالمقابل هناك نوع من التراخي وعدم الفهم ربما والإدراك لطبيعة المعركة التي تخوضها الميليشيا الحوثية. الميليشيا الحوثية قررت أن تكون هي أو لا شيء، وبالتالي هذه الإشكالية معادلة صعبة في الحقيقة، ويجب أن يتفهم التحالف والجيش الوطني أنه ليس بمقدور اليمنيين الاستمرار في هذا الوضع إلى ما لا نهاية. اليوم بدأ اليمنيون يعني في الحقيقة تزعزع ثقتهم بالتحالف، بل ربما من وقت مبكر، سواء في ما يتعلق، كنا نتحدث دائما ونشكو من إشكاليات الواقعة في المناطق المحررة وأن الحكومة الشرعية والتحالف لم ينجحا في تطبيع الأوضاع هناك وخلق نماذج جيدة للمناطق المحررة تغري اليمنيين في والمجتمعات والقبائل في مناطق سيطرة الحوثيين على الانتفاضة والخروج ضد الميليشيا الحوثية. اليوم نتحدث أيضا عن الخذلان الذي يتعرض له قبائل
انتفضوا في وجه الحوثيين وقاوموا بشراسة وأثبتوا صمودا أسطوريا، ومع ذلك يتعرضون أيضا لنفس الخذلان. وهناك إشكالية أيضا مرة أخرى في طبيعة وفي إدارة المعركة مع ميليشيا الحوثيين، يجب أن يكون هناك بالفعل إعادة نظر وإعادة تقييم لأداء المعارك، وأن يكون هناك تزمين ويعني تزامن حتى في مسألة التصعيد العسكري، حتى يمكن مواجهة أو على الأقل التقليل من الأضرار والكوارث الناجمة عن التصعيد العسكري لميليشيا الحوثيين. يعني نحن نشهد دائما عندما تصعد الميليشيا الحوثية عملياتها العسكرية في أي جبهة من الجبهات، سرعان ما تبدأ الآثار الكارثية الإنسانية. اليوم مثلا نشاهد بعد القصف الدموي الذي شنته ميليشيا الحوثيين على مخيم للنازحين في حرض بحجة، أيضا كان هناك تهجير قسري للنازحين وللقبائل. اليوم أيضا قبائل حجور، وكما أشار حتى الوكيل في حديثه قبل قليل إلى وجود حصار خانق على المدنيين، هناك حالة من الرعب بين الأطفال والنساء جراء القصف المتواصل لميليشيا الحوثيين بالدبابات ومختلف أنواع الأسلحة الثقيلة. وبالتالي عندما يتم على الأقل تصعيد بالمقابل من طرف الجيش الوطني والتحالف، سيخفف من الآثار الإنسانية أو التبعات الإنسانية الناجمة عن تصعيد ميليشيا الحوثيين. إذا اسمح لنا أن يكون معنا العميد أمين الحجوري مدير أمن حجة من الرياض عبر الهاتف. مساء الخير سيادة العميد. يا مساء النور، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك. إذا هل يمكن أن تضعنا أمام نتائج أو آخر نتائج المعركة الدائرة حاليا في حجة أو في حجور؟ ما زالت تام المعركة مستمرة تام حتى هذه اللحظة. الميليشيات الحوثية تقوم باستخدام كل أنواع الأسلحة في مواجهتها مع القبائل الذين لا يمتلكون سوى السلاح الشخصي. وبالنسبة تعمل الوضع هناك يعتبر الوضع يعتبر شبه كارثي. الناس لا يجدون تام أماكن إسعافات تام للجرحى ولا للشهداء الذين تام يصابون بعينة الميليشيات الحوثية. الميليشيات تقوم باستهداف المنازل والسكان المواطنين النساء الأطفال بكل أنواع الأسلحة، وما زالت الرجال صامدين أمامها والقبائل كان يعتبر واقفة وشامخة شموخ. نعم، لما تقف وحيدة يعني بأسلحتها البسيطة كما تشرح لنا، تقف يعني أمام كل هذا القصف بالأسلحة المتنوعة، رغم أن حجة يعني نعرف مدى حساسية موقعها، مدى قربها من السعودية، مدى أهميتها بالنسبة أيضا للشرعية كونها قريبة أيضا من صعدة وقريبة من كثير من المنافذ. يعني ما كيف تتابعون هذه المعركة وهي ومقاومتها أو قبائلها تقف وحدها؟ هناك ترتيبات جارية الآن تام وتجري تام في هذه اللحظات مع الأخوة تام في الشرعية وقيادة الشرعية ومع الأخوة في التحالف أيضا تام في نفس الوقت تام، والأخ محافظ محافظة حجة تام ما اسمه تام بالتواصل مع الأخ وزير الدفاع أيضا تام في هذا اليوم تام، وأطلعوا على الوضع هناك تام، وانتقى الأخ فيه اهتمام تام من الأخ رئيس الجمهورية تام بالموضوع شخصيا تام، والتقى مع الأخ قائد القوات المشتركة وعملوا بإذن الله عز وجل. سوف يكون هناك إجراءات وترتيبات. نعم، ما هي هذه الإجراءات خاصة وأن المنطقة محاصرة كليا كما تحدث معنا وكيل المحافظة؟ المنطقة صحيح تام محاصرة، لكننا تام ننتظر الآن من الشرعية ومن التحالف القيام بدورهم، وبإذن الله عز وجل تام على ما وعدونا تام الأخوة في التحالف والأشداء على أنهم سوف يقومون تام يعتبر ببعض الإمكانيات المتاحة، ويتقدم الجيش باتجاه تام مديرية مستبة تام من أجل فتح خطوط إمداد للمنطقة. من أين يمكن أن تفتح هذه الخطوط سيادة العميد؟ يعني نحن نأمل بالتأكيد الدعم. ما هي القبائل المتاخمة لمنطقة حجور؟ نعم،
لا يفصل للعلم تام، لا يفصل ما اسمه قبائل حجور ومديرية كجر عن الجبهات، اقل يعتبر حوالي 30 كيلو متر تام، وتصل الى مناطق سيطرة قبائل حجور تام، جبهات حجة، جبهة مخور حرب، وجبهة ميدي تام، المنطقة الخامسة. وبإذن الله عز وجل تام يعتبر بقي القليل من الضغط تام، سوف يتم التخلص تام من بعض الميليشيات تام المتواجدة في الطريق تام، وفتح خطوط الإمداد هذه. لا يفصل إلا مديرية مستبى فقط تام، مركز مديرية مستبى، مع العلم على أنه قد المعارك الآن تدور تام على تخوم مديرية مستبى تام، من اتجاه مديرية حيران من اتجاه مديرية حرب. نعم، هل هذه المنطقة تشكل أي قوة عسكرية جغرافية استراتيجية عفوا للمعركة الكلية؟ يعني نحن نلاحظ تركيز ميليشيا الحوثي على هذه المنطقة، ما السر؟ هناك كان كادر بشري كبير جدا تام، المخزون البشري هائل تام في مديريات حجور، مخزون بشري كبير جدا تام، وهو يعتبر مخزون مع الشرعيه منذ 4 سنوات، او بالاصح منذ تام 9 سنوات او 8 سنوات. المخزون هذا يعتبر شبه محاصر، موجود داخل هذه المديريات تام، واقف تام وقوف الجبال، وصامدين هؤلاء الرجال تام من اجل الوقوف مع الشرعيه، والى الان متماسكين وموجودين برغم الاجراء، يعتبر الاقراءات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي تام من دعم تام بالمال والسلاح والأطقم تام، أطقم غير طبيعية، يعتبر دعم تام، دولة متكاملة تام، من أجل إغراءات تام، من أجل أن تقوم بالإغراءات للشخصيات المؤثرة والمشائخ. لكن المجتمع راهب هناك رفضا تاما تام لأي إجراءات أحادية، حتى ولو كان الشيخ سوف يقوم بها تام. الناس لا يمكن على أنهم يسلموا هذه المنطقة، وبالأخص بعد الثارات التي حصلت وبعد الدمار الذي قامت به الميليشيات تام في حجور او في غير حجور وفي الوطن بالكامل تام، بعد ان شافوا تصرفاتها مع جميع الناس تام، حتى مع اقرب الناس لها تام، مع علي عبد الله صالح من قدم لها يعتبر كثير من الاشياء تام، يعتبر نعرف تام ماذا عمل من اجلها تام، وفي الاخير ما الذي حصل له تام. وندعو تام من هنا عبر قناتكم تام جميع مشائخ تام حجور وكشر، وجميع مشائخ محافظة حجة، الالتفاف مع الشرعية ومع التحالف تام، وعلى وأن يعرفوا على أن الحوثي ليس له ولا عهد ولا ميثاق، وسيقوم تام بالغدر بهم، وأول من يدوسهم هم هؤلاء الذين تام الآن يصفقون له أو يتمالؤون معه بطريقة أو بأخرى. نعم، إذن شكرا جزيلا لك سيادة العميد أمين الحجوري مدير أمن حجة، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. إذن يبدو أن هناك يعني صدق التحالف في نواياه في دعم هذه المنطقة، إن حصل تحرك جاد لدعمها هل تعتقد أنه قد يجدي نفعا في ظل الحصار المطبق على المنطقة؟ إن حصل إسناد قوي حقيقي ودعم وفتح خطوط إمداد لقبائل حجور، ويعني إرسال تعزيزات من الجيش الوطني، هناك عشرات الألوية موجودة في مأرب. نعم، يتحدث أنها قريبة المواجهات. نعم، من والمواجهات نعم قريبة، وجبهات مفتوحة أيضا مثل ما أشار الضابط العسكري. أنا في الحقيقة أستغرب يعني لماذا التحالف يتعامل مع المعركة في اليمن على هذا النحو. اليمنيون اليوم يخوضون معركة هي ليست معركتهم فقط، هي نعم بقدر ما هي تمثل معركتهم في استعادة الدولة ومواجهة الإمامة، لكنهم أيضا اليمنيون هم رأس حربة في هذه المعركة لحماية الأمن القومي العربي والخليجي. وهذه المحافظة منطقة حدودية على حدود المملكة العربية السعودية، وبالتالي يفترض أن يكون هناك جهود مضاعفة لإنقاذ قبائل حجور وإسناد صمودهم. يعني في الحقيقة أتذكر هنا مثل ما أشار التقرير في يعني بداية الحلقة عن أمثلة لخذلان اليمنيين في أكثر من مكان، في العدين وفي عتمة وفي أيضا في السدة والنادرة وفي الشعاور وفي مناطق كثيرة حصل نوع من، وفي البيضاء أيضا نوع من الخذلان للقبائل في صمودها الأسطوري في مواجهة غطرسة ميليشيا الحوثي وترسانتها العسكرية الهائلة. ومع ذلك لا يزال هذا التراخي وهذا التهاوم في تعزيز صمود اليمنيين مستمرا حتى هذه اللحظة. يعني في الحقيقة هناك إشكاليات ربما أشار إليها أيضا
الإخوة المسؤولين فيما يتعلق بغياب الدعم اللوجستي أيضا للجبهات الموجودة، أو حتى على الأقل القبائل الذين ما زالوا يرفضون يعني سلطة الميليشيا الحوثية وانقلابهم، يعني في منطقة مثل حجور ليس فيها أي مستشفيات أو مراكز طبية على الأقل لإسعاف الجرحى، وبالتالي طيلة هذه الأربع سنوات على الأقل لماذا لم يكن هناك دراسة للوضع الميداني لهذه القبائل، خصوصا مع المعرفة ب يعني أنها في مواجهة ميليشيا الحوثيين وأن لدى الميليشيا نوايا لإرضاخ هذه القبائل، ويعني هناك إشكاليات كثيرة في الحقيقة، مثلا البيروقراطية التي يعاني منها التحالف في مسألة إدارة المعركة في اليمن والوقوع في فخ الحسابات الضيقة، هذا الأمر كله ألقى بظلاله أيضا على مسألة نجاح بعض الجبهات أو إخفاقها، أيضا وجود فساد واختلالات إدارية داخل مؤسسة الشرعية، كل هذا ألقى بظلاله للأسف الشديد على حتى الروح المعنوية للأسف لدى بعض المقاتلين في الجبهات. نحن في الحقيقة نتحدث بكل وضوح، اليمنيون اليوم يخوضون معركة حق الدفاع المشروع عن النفس، هناك ميليشيا طائفية وعنصرية اختارت طريق الحرب ضد اليمنيين ولها تاريخ ممتد من العنف والعدوان على اليمنيين، واليمنيون في حالة دفاع مشروع عن النفس، وإذا كان التحالف جادا في دعم صمود اليمنيين فيفترض أن يتخلص من كثير من البيروقراطية والإشكاليات التي عملت إعاقة أيضا حتى على اليمنيين أنفسهم في استكمال عملية التحرير. اليوم نتحدث عن 4 أو 5 سنوات من عمر هذه الحرب، ويعني إن كان قد شهدنا. والغريب أيضا أستاذ محمد يعني أن يتم ترك هذه المناطق فريسة لهذا الهجوم، ثم نتساءل أو يتم التفكير في دعم هذه بعد أن يكون خاصة خاصة يعني أن يتم حصارها ويتم المواجهات بهذا الشكل السيء. إذن اسمح لنا أن ينضم معنا الكاتب والشاعر عامر السعيدي وهو من أبناء محافظة حجة عبر الهاتف من مأرب. مساء الخير أستاذ عامر. أهلا وسهلا بكم، مساء الخير. أهلا بك أستاذ عامر، كونك متابع للأحداث منذ بداية هذه المواجهات في حجور وغيرها أيضا، ما جديد المقاومة في معركتها ضد ميليشيا الحوثي؟ أولا جديد فيما يحدث في الميدان أنه في هذا اليوم بالذات بدأت ميليشيا الحوثي بإدخال سلاح الدبابات والمدرعات والهاونات وقصف مناطق أخرى غير المناطق التي بدأت الاشتباكات فيها في بيت الممشى. امتد اليوم القصف لجبل شماخ من بني عرجاش ولقبيلة بني ريبان ولمناطق مجاورة عدة استخدموا فيها الدبابات والمدرعات والهاونات والمدفعية الثقيلة، بينما يواجههم أبناء المنطقة بسلاحهم الشخصي وبقدراتهم وإيمانهم بقويتهم وعدلها. أما على المستوى الإنساني هنالك نزوح وهنالك تشرد وهنالك خوف ورعب في أوساط الأطفال والنساء، لكن في الأخير لن تنتصر إلا حجور وأبناؤها لأنهم يدافعون عن أنفسهم، لأنهم يتمترسون بأهلهم وببيوتهم وبمزارعهم، لم يعتدوا على أحد ولم يذهبوا لقتال أحد. نعم، هل حدثنا عن خارطة هذه المواجهات أستاذ عامر؟ تدور مواجهات في منطقة العبيسة وهي منطقة وسوق وحولها مجموعة قبائل من قبائل حجور، وهي تقع في شرق مديرية كشر موازاة مديرية كفلة عبر في عمران يفصل بينهما وادي مور، وهذه المنطقة ومديرية كشر وقبائل حجور بشكل عام لها موقع استراتيجي يعرف ويعي الحوثي أكثر من غيره أهميته. أولا يمر منها خط حرم حوث حرب سفيان، ثانيا عندما يتمركز الحوثي في هذه المنطقة يطل على الساحل التهامي من عبس حتى حرم وعلى السعودية من جيزان حتى نجران، كل هذه المساحات الشاسعة في البلدين تحت سيطرة الحوثي عندما يتمركز في هذه الجبال. ثالثا وإضافة إلى ذلك يقع في مديرية كشر
أهم مديرية كشر ومديرية أفلح الشام أهم وأكبر منجم ذهب في اليمن، وفوق ذلك كله الحوثي عاد لينتقم من أبناء مديرية كشر، ينتقم نعم. لماذا لماذا أستاذ عامر؟ يعني نحن نتابع ربما يعني منذ ليس فقط منذ هذه الحرب الأخيرة أو منذ الانقلاب، يعني تمتد المعركة إلى ما قبل ذلك، لما يركز أو لما تسعى الميليشيا لاختراق هذه المنطقة؟ أولا ارتاع وإخضاع هذه المنطقة لأي سلطة على مدى التاريخ هو لسبب وحيد وبسيط، هو أنها مفتاح السلسلة الجبلية التي تمتد من عمران إلى حرب سفيان إلى صعدة. على مر التاريخ لا يدخل لا تدخل أي قوات إلى هذه المناطق إلا عبر حجور، سواء في عهد الأتراك والأدارسة والجمهورية أيضا التي أعاقت تقدمها بعض هذه القبائل في هذه المنطقة. هذه المنطقة بالذات لا هي ساحل، لا هي تهامية ولا هي جبلية، نصف المديرية يقع ضمن النطاق الجغرافي لتهامة ونصفها سلسلة جبلية تطل على تهامة لآلاف الكيلوهات. ولذلك الحوثي يسعى من 2011 من بعد إسقاط صعدة وقيام حركته بالتوسع في اليمن، أول مناطق التي استهدفها في الشمال كانت مديرية كشر. السيطرة على هذه المناطق والتحكم الحجر كانت في 2011 حجة كاملة، أما الآن بعد أن سيطر وتسليم الدولة في 2014 هي كشر عنيدة بسبب ثأرها مع الحوثي، بسبب الجراحات، بسبب 3000 لغم زرعها الحوثي في 2012، بسبب 200 شهيد وأكثر من 700 جريح، بسبب وقوف أبناء حجور إلى جانب الجمهورية والشرعية وتقديمهم أكثر من 400 شهيد في كل الجبهات حول الجمهورية، وتزويد الجبهات للمقاتلين وتهريبهم بشكل أنفس لجبهات نهم ومأرب وصنعاء وميدي وكل الجبهات. نعم يعني أضف إلى ذلك أن نعم تفضل. أضف إلى ذلك أن قبائل حجور هي القبائل الأكثر شراسة والأكثر قدرة على القتال في تلك المنطقة وفي حجة بشكل عام، لذلك إن لم يقوم الحوثي بإخضاعها حسب ما يراه وحسب ما قام به أسلافه وأجداده وسلالته على مر التاريخ، فسوف تظل هذه المناطق في تهديد مستمر لسلطته ودولته ودرع حماية وحراسة للمناطق التهامية. لذلك الحوثي سعى بكل جهده للسيطرة على، سعى لإخضاع وإركاع وتركيع وإذلال أبناء المنطقة، لكنهم رفضوا الإذلال ورفضوا الاستسلام وقاوموا من 2011، ورفضوا حتى بعد سقوط الجمهورية اليمنية كاملة بيد الحوثي أن تدخل قوات الحوثي إلى منطقتهم، واضطر الحوثي إلى توقيع صلح معهم في بداية 2015، سمحوا له بموجبه أن يمر من خط الإسفل. في الفترة الأخيرة بعد تقدم الجيش الوطني باتجاه مستبة وهي المديرية المحاذية لكشر شمالا، بعد تقدم الجيش الوطني عرف الحوثي أنه إن لم يسيطر على كشر فإن خنجرا في الظهر ينتظره، وأن أي تقدم للجيش الوطني إلى أطراف مستبة باتجاه عاهم معناه أن المعركة ستنتقل تلقائيا من تهامة إلى عمران عبر قبائل حجور في كشر التي تقف وسطان الشرعية وتقدم أبنائها، وقبلت بالحصار، خنقها الحوثي بحصار من بداية 2014 بداية الانقلاب، عندما أسقط الأسواق، دمر الأسواق التي يتسوق إليها أبناء حجور في عاهم. نعم أود أن أسألك أستاذ عامر، يعني على هذه العمود الفكري لأبناء المنطقة، نعم على هذه الأهمية التي تتحدث عنها لهذه المنطقة ولقبائلها المحيطة، ربما أنا سألت ضيوفي السابقين وهم في مناصب رسمية وكان لهم مبررهم أو إجابتهم، ولكن أريد أن أسألك أنت
لما برأيك يعني يتم ترك محافظة حجة وقبائل حجور والمناطق المجاورة لها، يعني يواجهون مصيرهم دون دعم، دون إسناد حقيقي؟ يعني حتى الآن يتم حصارهم وما زال الأمر يتدارس أو يتم إقراره في الرياض، ما هو السبب برأيك؟ يا أختي العزيزة، لو كان هنالك شعور بالمسؤولية لدى الرئيس والحكومة والشرعية والتحالف أيضا، لو كان لديهم شعور بالمسؤولية ووعي بخطر وأهمية الحرب في تلك المناطق كانوا دعموا قبائل حجور من بداية الحرب، من بداية 2015 كان حجور تأمين حرب حتى يفرق الخشب بين حجة والحديدة، وطرحت هذه الأفكار كلها على الشرعية وعلى التحالف وعلى نائب الرئيس وعلى الرئيس وعلى مدربين منه، ولكنهم لم يتفاعل أحد منهم في هذا الشأن. وعندما الآن بدأ الحوثي بطرح قبائل حجور فلا أعتقد أنهم سيأتوا بجديد. الذي لم ينصرك ولم يدعمك عندما كان بإمكانك أن تتحرك على مساحات شاسعة لن يستطيع أن يقدم لك الآن شيء، لا خيار ولا خيار. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عامر السعيدي. للأسف يعني في نهاية المكالمة كان الصوت رديء من المصدر، كنت معنا من مأرب وأنت أحد أبناء حجة. عودة إليك أستاذ محمد، يعني أشعر أن لديك تعليق على ما تحدث به أو ما طرحه الأستاذ عامر. يعني في الحقيقة كان يشير الأخ عامر السعيدي، وتحية له لأنه خلال الأيام الماضية كان حاضرا في نشر كثير من تطورات الأوضاع في منطقة حجور، لكن بالفعل هناك نقطتان على الأقل أود التأكيد عليهما. أولا أنه الانتصار العسكري، يجب التذكير دائما أن الانتصار العسكري لميليشيا الحوثيين في أي منطقة هو بالتالي ليس سوى تدشين لعملية توطين لمشروعها الطائفي العبثي في هذه المنطقة ومحاولة تجريف الهوية الوطنية، وبالتالي ستتحول الكتلة البشرية، وهنا نتحدث عن قبائل حجور باعتبارها تمثل كتلة سكانية كبيرة. نعم. تتحول هذه الكتل السكانية إنسانية. نعم. تتحول إلى مخزون بشري للميليشيا الحوثية تحاول العبث يعني النشأ من خلال الدورات التثقيفية الطائفية لهذه الميليشيا، من خلال التحكم في المناهج التعليمية، من خلال تجريف الوظيفة العامة وحتى الوظائف في السلطة المحلية، وبالتالي الحديث عن أي تحول عسكري لصالح الميليشيا الحوثية في أي منطقة يعني هو بداية للكارثة الحقيقية التي تنتظر السكان في هذه المنطقة، سواء عملية تجريف وتدمير للبنية الثقافية والاجتماعية الوطنية للسكان هناك، أو عملية حتى تجريف ديموغرافي من خلال التهجير القسري، وأيضا حتى تتحول هذه المناطق إلى ساحة لجرائم الميليشيا والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، بدءا من الاختطافات والاعتقالات والإخفاء القسري والتعذيب ونهاية ووصولا إلى تجنيد الأطفال والزج بهم في جبهات القتال. هذه نقطة في غاية الأهمية، وبالتالي يجب أن لا يكون هناك أي تساهل أو تهاون في مسألة دعم صمود أي قبائل يمنية تقاوم العدوان الميليشاوي الحوثي في أي منطقة، سواء في قبائل حجور أو في غيرها من المناطق. الأمر الآخر، لم يعد مقبولا الحديث عن أن ميليشيا الحوثيين اليوم تمتلك ترسانة أسلحة للجيش الجيش الدولة. صحيح لديها ترسانة أسلحة، لكن أنا أتحدث في المقابل أيضا عن 11 دولة تقريبا في التحالف، بعضها من الدول الأكثر إنفاقا على التسليح في على مستوى العالم، وبالتالي يجب أن لا يستمر تعليق الإخفاقات على شماعات من هذا النوع.
يجب أن يكون هناك وضوح أولا في إعادة تقييم سير المعارك والعمليات العسكرية. لم يعد بوسع اليمنيين اليوم تحمل كثير من التبعات الناجمة عن إطالة أمد الحرب في اليمن. هناك تكلفة إنسانية باهظة وهناك تكلفة سياسية حتى على كاهل التحالف والشرعية نفسها. وكنا ننادي منذ وقت مبكر من قبل 3 سنوات وربما أكثر منذ الأشهر الأولى ونقول أن هناك أخطاء يجب مراجعتها وأن هناك ضرورة لإعادة تقييم سير المعارك والعمليات العسكرية وأنه يجب أن يكون هناك أيضا توجه لإصلاح الكثير من الاختلالات التي تواجه الجيش الوطني أو أداء الحكومة الشرعية وحتى التحالف. نعم، إذن وصلنا وإياك إلى نهاية هذه الحلقة من المساء اليمني. أستاذ محمد الأحمدي صحفي الناشط الحقوقي، شكرا جزيلا لك. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.